نبيله، لمعلوماتك يعني انا عايز اقول لك على سر ان كابتن جمال عبد الحميد الاهلاوي الوحيد في اسره شديده التعصب للزمالك، اسره زملكاويه، صح؟ معلومات دي صح؟ ايه طب قول لنا الصح ايه؟ هو فعلا كانت زملكاويه وبعد كده بقى اهلاويه يعني. بعد دلوقتي بسبب بسبب طبعا انا اللي رحت النادي الاهلي. كنت الشاذ الوحيد يعني. طيب مدام نبيله، تعرفي الكابتن جمال عبد الحميد كان بيلعب لنادي ايه قبل ما يلعب لنادي الاهلي؟ لا انا اعرف انه بيلعب في النادي الاهلي وهو شبل، مش كده؟